أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تقدير جهود العاملين في مساندة العمل التشريعي واجب وطني لما يقومون به من جهود مشكورة تصب في دعم العملية الديمقراطية ومسيرة العمل الوطني بكل تفان وإخلاص، مشيدا خلال رعايته احتفال يوم العمال بالأمانة العامة لمجلس الشورى بمساعي منتسبي الأمانة العامة لتقديم أفضل الخدمات المساندة لدور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تتصف بالمهنية العالية والجودة بالأداء. أشار الصالح إلى أن الكفاءات والكوادر الوطنية العاملة في الأمانة العامة للمجلس أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والقيام بكل المهام الوظيفية وتقديم الدعم لأصحاب السعادة الأعضاء وفق مستويات عالية من الجودة والمهنية، مثمنا الدور الذي اطلع به الموظفون الذين قضوا أعواما طويلة في العمل بالمجلس وبحرصهم على استثمار خبراتهم ومهاراتهم العملية لتحقيق النجاحات والإنجازات لمجلس الشورى. من جهتي عبر سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى عن اعتزازه بالرعاية التي يوليها معالي رئيس مجلس الشورى للأمانة العامة وبحرص معاليه على رعاية حفل يوم العمال العالمي، منوها في هذا الصدد بالدعم والمساندة التي تحظى بها الأمانة العامة من معاليه.